بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم جواد النجار، طالب طب سنة تحضير بجامعة الملك فيصل. إن شاء الله بصوره. هذا بديت أسوي ريكوردينج. بداية يعطيكم العافية على الحضور، بحاول أحفظ البث وإن شاء الله يضبط، لأن مرات كثيرة ما ضبط، بس إن شاء الله هالمرة يضبط. بإذن الله بنبدأ اليوم نشرح شابترين، الثالث والرابع. يوم الخميس صعب نشرح الشابتر، بس لأن شوي مضغوطين في المدات والاختبارات، فأنسب وقت الخميس والجمعة كان عندي. أدري أن البعض مر بيوم سيء اليوم، أنا منهم يعني، ما أخفيكم، بس نحاول مع بعض يعني ننهي البث. بداية هذا الشابتر الثالث، The Molecules of Life. أحب أن أبدأ في المذاكرة، إذا جيت أذاكر أحب أبدأ بشيء، أخذ ورقة وقلم وأكتب كل شيء أعرفه عن الـ Molecule of Life، شاذكر من المحاضرة وشنو المعلومات الإضافية اللي عندي. فأبيكم تحرقون أم الشات، أبيك أي معلومة تعرفها، أي معلومة تكتبها، أي معلومة تعرف، أي شيء أي شيء، حتى لو يعني حتى لو تكتب أن الماي هو يعني يتكون من ذرات، ما عليه، بس أهم شيء متعلق من الشابتر هذا، نخليه أساس كل كائن حي، المركبات العضوية هي الأساس. أبي زيادة، أساس الجسم حمض نووي دهون، خلية حيوانية خلية نباتية اللي هو يوكاريوتك. عندنا بعد يوكاريوتك وبروكاريوتك بدائية وحقيقية، الماء مهم الحياة، هيدروكربونز. حاولوا تكتبون بالإنجليزي، يعني إذا ما قدرت عادي، بس إنجليزي عشان نسوي براكتس يعني. ايش فيكم؟ هذا مايكرو اور برو مايكرو مولكيولز اور بروتين كربوهيدرات نيوكليك اسيد. جيد الجمله هذه، ووضحت لنا ان في شيء مو موجود وليش مو موجود. احد يقدر يقول لي ليش مو موجود دي ان اي؟ ميتوكوندريا، الدهون مو موجود، صحيح. ليش مو موجود الدهون؟ لبروتين مبين ان هذا الشخص يعني هل مع داخل في الثقيل، لانه ما يتكون من مونومرات، صحيح. جيد، نبدا الشرح. The molecules of life، The molecules of life. عندنا في البداية اللي هو في، أنا بركز على أشياء معينة وبمشي، فإذا خطرت شيء وأنت بي انتظر النهاية إذا جو وقت الأسئلة. في البداية اللاكتوز كبداية، نراجع لكم اللاكتوز. لاكتوز استغرب بتوب لي، لاكتوز هو سكر أحادي، صحيح؟ لاكتوز سكر أحادي ولا ثنائي ولا ثلاثي ولا عديد؟ لا، سكر شنو؟ دايسكرايد. اللاكتوز يتكون من شنو؟ يتكون من نوعين من السكر والأحادية، شنو؟ الجلوكوز والجلاكتوز، صحيح. بحاول أكتب بالإنجليزي عشان يعني نتعلم كيف نكتب والسبيلنج نحفظه.
حلو. انزين، في عندنا اللاكتوز ذي وين نلقاه؟ نلقاه في الحليب، في المنتجات يسمونها الدايري تقريبا، ولا دايتري، موجود المنتجات الأجبان، الحليب، الأشياء المشتقة من الحليب. في عندنا مثل الديس اوردر ولا الالنس، اسمه لاكتوز انتوليرانس. لاكتوز انتوليرانس في بعض الأشخاص إذا مثلا شرب لبن ولا شرب حليب بعد فترة يحس بديسكمفورت، ويحس إن أكرمكم الله يعني بطنه في قوس. ليش؟ اللاكتوز هو مثل جميع أنواع المواد الغذائية، نوع من أنواعهم، أنواع جميع الأنواع يعني المواد الغذائية تبدأ تدخل من فمك، تمشي لين المعدة، تروح عند شيء اسمه السمول انتستن. السمول انتستن يصير له absorption، يمتص في السمول انتستن. انزين، بس في بعض الأشخاص اللاكتوز ما يمتص في السمول انتستن. ليش؟ لأن هو عنده قلة في اللاكتيز. اللاكتيز عبارة عن شنو؟ حفظوها وياي، أي شيء ينتهي ب ASE دي عبارة عن إنزيم. حلو؟ صحيح. وأي شيء ينتهي ب OSE دي عبارة عن شوجر، نوع من أنواع الشوجر. حلو؟ هذا ونكمل أن إذا كان ما بموجود الإنزيم فما نقدر نمتص اللاكتوز، فوين بيروح اللاكتوز؟ بيستمر في السمول انتستن اللي هو الأمعاء الدقيقة إلى الأمعاء القليظة. في نوع من أنواع البكتيريا في الأمعاء القليظة اللي هو اللارج انتستن، بتروح شو تساوي؟ بتروح مثل اللي تهضمه أو تحلله. إنزين، فينتج من ذلك أن تنتج غاز وديسكمفورت. اللاكتوز انتولرانس كان بي ادريس عشان نعالج الناس اللي فيهم لاكتوز انتولرانس، نقول لهم شيئين: اما لا تاكلون اشياء فيها لاكتوز، ولا اخذوا في شيء اسمه لاكتيز بيلز، حبوب تاخذهم تعطيك الانزيم اللي تحتاجه. الحين جينا هذا بداية درسنا، الاورجانيك كومباين. السيل الخلية عبارة عن ووتر، معظم الخلية ووتر، بس فيها عضيات أورجانيلز. ذي العضيات متكون من كربون بيس مولكيولز. الأورجانيك كومباوند أر كربون بيس مولكيولز. كيف كربون بيس مولكيولز؟ كربون بيس مولكيولز يعني أن يكون مثل إذا جينا نرسم الشكل حق مثلا حق الميثان CH هو CH4، هذا هو. هذا كيف نرسم اللي هو مثل الشكل حقه. الذرة اللي تكون في البيس، الذرة في المتوسط يسمونها هذا البيس مولكيولز. فالأورجانيك كومباوند هي مركبات كربون بيس مولكيولز، يكون الكربون فيهم هو السنتر، وبناخذ ان كم واحده. الكربون كيمستري اشياء معلومات عامه ماخذينها في الثانوي، ان الكربون مدار الخارجي كم فيه ذره كربون مدار الخارجي؟ مدار الخارجي هو عنده 6 كربون، فالمدار الأول بيصير فيه 2، صحيح 4، والمدار الثاني بيصير فيه 4، فكم واحد بيحتاج؟ زيادة، فبيحتاج 4، صحيح، فهو يحتاج إلى أن يكون 4 روابط من ذرات، يعني إما نفس الذرات ولا مختلفة. فقال share electron in 4 كوفالنت بايند. إيه صحيح، هو كربون، هي الذرة ذي كلها كربون، بس عندنا إلكترونات.
الإلكترونات الأربعة اللي لازم نكون فيه روابط. إنزين نكمل. هنا يقول الكربون الكربون آتوم of organic compound bound with other elements مثل هيدروجين الأكسجين النيتروجين، أنه يرتبط أغلب شيء مع هالثلاثة عناصر. أعطانا مثال عن organic compound. The simplest organic compound is hydrocarbons. الهيدروكربون اللي هيدروكربونات. أبسط هيدروكربون موجود الميثان اللي مساعه قبل شوي، هو bounded to four hydrogen atoms، يرتبط بأربع هيدروجين أتوم. الميثان كيف نحصله؟ موجود في natural gas و produced by prokaryotic that live in the swamp. swamp هي في الثانوية خدنا تقريبا في اللحية تبادل المنفعة، هالمصطلح تبادل المنفعة إنه يجي كائن يعطي شيء لكائن آخر، بالمقابل الكائن الآخر يعطيه شيء فيبادلون المنفعة، فهذا يسمونه النسوان. في البروكاريوتيك سيل تساوي هالشيء، وموجود in digestive tract of a grazing animal. grazing animal اللي الكو الشيب. الكربون كيمستري larger organic compound، هذا أعطانا أمثلة أن الأشياء اللي إحنا قلنا الدقيقة مثل الميثان، الأشياء اللي شوي معقدة الأوكتان اللي نستخدمها في البنزين وبعض الفات الموجود في الوجبات السريعة. The unique properties of an organic compound depend on الخصائص العامة حق أي organic compound أو الخصائص العامة حق أي organic compound يعتمد على شيئين. الكربون سكيلتون اللي هو شكل المركب، مثل ما قلنا الميثان يكون كذا، في بعض المركبات تكون شكلها غير، والأتومز ذات اتاشت to the skeleton، والذرات اللي هي مرتبطة مع السكيلتون. هنا عندنا الهيدروجين، فإذا جبنا مثلا قلنا مثلا كلور هيدروجين فلور ذا هيدروجين، هنا يختلف الخصائص حق هالمركب غير الخصائص حق المركب، لأن الذرات المرتبطة مع الكربون تختلف. انزين جينا هنا مثلا هالمركبين ونبي مثل نسوي لهم رابطة بينهم، نبي نجمعهم مع بعض. كيف نجمعهم؟ كل مركب له جهة، أو يعني جهة معينة يعني يحب يرتبط منها. فمثلا هنا الجهة اللي بيرتبط منها غالبا بتكون الفلور، هنا كلهم هيدروجين فما في فلور، فأي واحد يعني تكفي بالغرض، فبيرتبط مع الفلور مع الهيدروجين. هنا في المركبات مثلا عندنا اللي هو لو عندنا سي هنا اتش 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 وهنا اتش، دي يسمونها جروب. في خدنا جروبات في الثانوية اللي هو الهيدروكسيل والكربونيل، وهذه دليلنا جروبز. الذرات غالبا يعني المركب يبي يرتبط في جهة معينة من هالجروب، يعني يحاول يرتبط يستخدم هالجروب. يعني هنا إذا جينا مثلا خدنا بنربط هذه مع CF مثلا، وهنا CL وهنا مثلا F، الذرة ذرة الكربون المركب كله بيحاول يرتبط مثلا جهة الإف، لأن الإف لها خصائص أنه أكثر كهروسالبية وكذا، فدالين يسمونهم الفانكشنال جروب. الفانكشنال جروب هم اللي هو دايركتلي انفولد ان كيميكال رياكشن، وهم اللي على طول يكونون هم اللي بيتعاملون مع الكيميكال رياكشن، هم اللي بيصيرون في التفاعل الكيميائي. وكل واحد يعني عندنا عدد فانكشن جروب واجد حيل، وكل واحد له عقائده معينه، وكل واحد له ذرات يتكامل معها. مثلا اعطانا مثال الهيدروكسيل والكربونيل،
الماكرو مالكيولز. قبل شوي في احد في الشات كتب ان الماكرو مالكيولز هم الكربوهيدرات، البروتين، النيوكليك اسيد. ليش الفات مو بيهم؟ اذا جاء في بالك هالسؤال، الفات الماكرو مالكيولز بالذات لازم تكون بوليمر. كيف تكون بوليمر؟ فصل علي النت بس نكمل. الماكرو مولكيولز مثل ما قلنا هم كربوهيدرات، البروتين، النيوكليك اسيد. ليش الفات مو بياهم؟ لان الماكرو مولكيولز شرط اساسي ان عشان يكون من الماكرو مولكيولز يكون بوليمر. البوليمر ان هو عبارة عن شريط مثلا يتكون من مونومرز، يتكون من وحدات صغيرة. فمثلا لو بجي مثلا مربع احمر وبسوي منه بوليمر، فلازم ناخذ المربع الاحمر على انه مونيمر، نربط معاه نجيب مربع احمر ثاني يمه ويمه، كذا يكون من وحدات صغيره متشابهه. اما الفات ما يعتبر. ليش؟ ان الفات يتكون من انواع مختلفه من المونيمر. dehydration reaction، في عندنا عمليتين يعني ناخذها في هالشابتر، dehydration و hydrolysis. dehydration عندي short polymer مع monomer، يعني كان عندي مركبين صغار ابي اخليهم مركب كبير. فاجي عند الفانكشنال جروب، هنا الشورت بوليمر هذا الفانكشنال جروب، مثل ما قلنا مساء انه هو اللي بيرتبط، بيبدأ بيرتبط او هو اللي بيصير دايركتلي في الكيميكال رياكشن. هنا الفانكشنال جروب، حلو. ايش بنسوي؟ بنشيل ال H وبنشيل ال OH، بنكون ماي H2O، وبنكمل نربط الرابطة، بنكمل نربط اللي هو الخيط مثلا. dehydration في الميديكال ترمينولوجي مادة بعدين بناخذها، الهايدرو معناها water، دي معناها مثل اللي هو اللينك، معناها لينك. فمثل ما قلنا dehydration reaction نربط مركبين صغار ونحذف منهم ماء، جزيء ماء، مركبين صغار ونحذف منهم الماء. الهيدروجين والاو اتش الهيدروكسيل يسمونهم functional group. ليش؟ لأنهم اللي بيصيرون involved directly in the reaction، هم اللي بيصيرون، هم اللي يعني الرياكشن بيصير فيهم. العكس hydrolysis، hydro مثل ما قلنا معناها water، lysis معناها شنو؟ lysis دقيقة تعيد المونيمر والبولون. إن شاء الله مثل ما قلنا البوليمر عبارة عن مثلا البيت يتكون من طابوق، البيت هذا كله نسميه بوليمر، الجزيئات الصغار نسميها مونيمر، فالمونيمر هو الطابوق. فإذا جبنا مونيمر يعني كثير وربطناهم مع بعض بيكون لنا بوليمر. والماكرو مولكيولز قلنا ثلاث مركبات، الكربوهيدرات، البروتين، النيوكليك اسيد. الفات مو ماكرو مولكيول بسبب انه هو ما يتكون من مونيمر، ما يتكون من وحدات متطابقة. وهذا الهيدروليسيس مثل قلنا، هايدرو معناها واتر، لايسيس معناها تفكيك او دامج، تفكيك او دامج. فلو عندي جزء كبير ابي افكه الى جزئين صغار، فافك اضيف له ماي، الماي بتحول الى او اتش او اتش، الاتش بترتبط مع سلسله والسلسله الثانيه الاو اتش، فبيصير لي جزئين صغار. فبريكن ان بوليمر تشين الهيدروليسيس.
الأسئلة خلوها في الأخير عشان ما نضيع وقت حق البقية. ال large biological molecules أربعة، مثل الكربوهيدرات، اللبن، البروتين، نيوكليك أسيد. الماكرو molecules بس، الماكرو molecules أهم اللي هو الكربوهيدرات، الكارب، والبروتين، والنيوكليك أسيد. الفات مو بيهم، ليش؟ ليش الفات مو بيهم؟ لأن الفات أو الليبيدز نات بوليمر، الفات هو الليبيد نات بوليمر. نبدأ الكربوهيدرات. شنو الكربوهيدرات؟ الكربوهيدرات عبارة عن السكر، الشوجر. الكربوهيدرات بوليمرز of sugar. Small sugar in molecules in a soft drink, in a spaghetti, in a starch, in a bread. الكربوهيدرات هي نوع من أنواع من اللي هو البيولوجيكال مولكيول، إحنا بالعربي نسميه النشويات. هو يتكون من السكر. عندنا ثلاث أنواع من الكربوهيدرات. عندي النوع الأول مونوساتشرايد يسمونه، دارين يسمونها السكريات الأحادية. هي أصغر شيء ممكن، أصغر كربوهيدرات موجود. أمثلة عليه الجلوكوز والفركتوز. الجلوكوز يسمونه اللي هو سكر الطعام تقريبا، أو اللي هو السكر السكر يعني الموجود اللي يكون لنا المركبات المعقدة، السكر المعقد. الفركتوز يسمونه سكر الفواكه. في عندنا الجالكتوز. الجالكتوز هو نوع من أنواع السكريات الأحادية أيضا. وعندي نوع ثاني يسمونه الرايبوز. حلو حلو. الرايبوز، الجلوكوز والجالكتوز يسمونهم آيسومر. إيش معنى آيسومر؟ آيسومر معناهم تقريبا متشكلات. المتشكلات هذا هو يكون له نفس الشكل، يكون له نفس الفورمولا، نفس الفورمولا، نفس الفورمولا اللي هو يسمونها، ساعدوني بس شنو هو بالعربي، نفس الفورمولا بس يكون different in arrangement، يكون الترتيب حق الرسمة غير، يكون نفس الصيغة بس different مختلف، الarrangement مختلف. هذا يسمونه isomers، إن يكون نظير أو يسمونه متشكل. المونوساتشرايد الجلوكوز. حلو. الماني مونوساتشرايد form ring in water. دليل معلومات عامة بمر عليها بشكل سريع. الدايساتشرايد هم السكريات الثنائية اللي يتكون من اثنين مونوساتشرايد. فلو جبنا مثلا جلوكوز مع جلوكوز، جلوكوز مع جلوكوز، بيكون لنا شنو؟ مالتوز، سكر ثنائي يتكون من اثنين نوع من السكريات الحرارية. اللاكتوز لو نجيب مثلا جلوكوز وجلاكتوز مثل ما قلنا يتكون لنا لاكتوز. والسكروز جلوكوز وفركتوز، وعطانا انه وين يستخدم. السكروز هو السكر تيبل شوجر، عذرا اللي مساعد جلوكوز اجل مو بالتيبل شوجر. اللاكتوز اللي هو الموجود في الميلك. المالتوز في الملتد شيك، في الملت شيك. عشان تحفظونهم شوي صعبين ويخربطون. عندي فورمولا حلوة بكتبها مثلا، دقيقة هنا. انزين هنا مثلا بقول عندي انا كلمتين استخدمهم، لمسة، لمسة وفجرة، فجرة. يعني وانا صغير كنت العب ماينكرافت، فلو تلمس اللي هو نسيت اسم الريبر تقريبا، مو بالريبر، ينفجر عليك. فلمس لا الكريبر، لا لاكتوز، والماء مالتوز، والاس سكروز. دلين السكريات الثنائية، السكريات الثنائية اللي هم الدايساتشرايد.
الفجر ف فركتوز، الف فركتوز، الجيم عليها شدة لو تلاحظ، فأخذنا في اللغة العربية إن إذا عليه شدة يعتبر حرفين ولا لا؟ جلوكوز وجالك توز، يبين لكم الشيرنج ولا لا؟ إذا ما يبين لكم قولوا لي، لأن قاعد أكتبها أنا. والرا ريبوز. أوكي بس دقيقة، فاكرين شيرنج؟ الحين المفروض تقدرون تشوفون صح؟ الرا ريبوز، حلو. فعندنا احنا في لعبة ما كتبتهم بالعربي لاكتوز، كتبوهم عشان تساعدكم، او صوروا الشاشة احسن عشان الوقت نقدر نختصر. مثل ما قلنا، لمس فجرة، لمس لا لاكتوز، ما مالتوز، س سكروز، هذا الداي ساتشورايد، دالين الداي ساتشورايد، الفجر ف فلكتوز، جيم جلوكوز وجلكتوز، والرا ريبوز هذا المونو ساتشورايد. عليك بس تحفظ هذا الوقت. بنتقل إلى السلايدات. نكمل. السكروز is the main carbohydrate in a bland sap. عندنا هاي فلكتوز كورن شوجر. هاي فلكتوز شنو كان؟ أعطيكم إياهم باختصار. الشركات تبي تربح، فش تسوي؟ ما تشتري فركتوز، ما تشتري فركتوز على طول، تشتري جلوكوز. تاخذ مثلا الذرة هو عبارة عن جلوكوز عديد، وتحولي إلى فركتوز. ليش؟ إن الفركتوز أقلى من الجلوكوز، فيروحون شو يسوون؟ يشترون جلوكوز ويحولون إلى فركتوز بعمليات كيميائية بس، ويسمونه الشيء الناتج هاي فركتوز كورن سوب سيروب، تكون تشوفونه في المشروبات الغازية بشكل عام. الشوجر يسبب لنا التوث ديكي، سو السوس الأوفر كونسبشن. الأوفر كونسبشن ترجمته للحين انا ما اعرف معناها، يعني دراسته وحاولت اعرف معناها ولا اعرف، بس في جوجل يقول انه التوبركيولوسيس، في مرض يسمونه التوبركيولوسيس، بس والله ما ادري يعني شنو. فاللي عنده معلومه الافراط في الاستهلاك. اها اي اذا كذا صحيح، ويسبب تايب 2 دايابيتس وهارت ديزيز، تايب السكر النوع الثاني والهارت ديزيز. البوليساتشرايد ار كومبلكس كاربوهيدرات، هذا بعدين نجي البوليساتشرايد. احنا اول شيء اخذنا المونو، المونو معناها واحد، الداي معناها اثنين، التراي معناها ثلاثة، البولي معناها عديد، او يعني اكثر من عشرة، أكثر من عشرة. في مصطلح ثاني بس يعني احتياط، أوليجو. أوليجو معناه من ثلاثة إلى عشرة، بس يعني مو موجود حتى في الكتاب، مو موجود. بوليساتشرايد أرا كومبلكس كاربوهيدراتس، البوليساتشرايد يتكون من العديد من الشوجر، مثل ما قلنا بولي أكثر من عشرة. أول نوع الستارت، الستارت وين موجود؟ موجود في البلانت سيل، يستخدم عشان شنو؟ ستور إنرجي. وين موجود؟ أمثلة البوتيتو والجرينز. إنزين، احتمال يعني في سؤال احتمال يجي يقولك الستارش مثلا فورميلا شكلها هل هي برانش أو أن برانش؟ يعني أخذوها مني أي شيء من النباتات أن برانش، يعني غير متشعبة، لأن الحين مثلا الجلايكوجين لو تشوفونها برانش متشعبة تتشعب، بس الستارش ما تتشعب. نكمل. الجلايكوجين وين موجود؟ في الانيمال صن، نفس ما قلنا ستور انرجي. الجلايكوجين والستارش يتكونون من شنو؟ هم عديد سكر عديد، يتكونون من
جزيئات سكر، كل الجزيئات دي عبارة عن جلوكوز. السليلوز، السليلوز موجود في النباتات، هذا الشيء اللي الإنسان، الشيء اللي الإنسان ما يقدر يهضمه. البروكن باي اني انزيم برودوس باي انيمال، الإنسان ما يقدر يهضمه. ليش؟ لأنه ما عنده الإنزيم، الإنزيم المطلوب، ما عندنا اللي هو سليلوليز، ما فيه، فما نقدر نهضمه. هو أكثر شيء موجود في الأرض، لأن النباتات يعني كثيرة جدا في الأرض، وهذا هو. ولو تشوفون أنا برانش مو بمتشعب، almost all carbohydrate. انزين، في عندنا مصطلحين جديدين علينا. هايدرو، ايش قلنا؟ صح، هايدرو ايش معناها؟ هايدرو ايش معناها؟ لي اذكر هايدرو ايش معناها؟ قلنا ان في الميديكال ترمينولوجي الهايدرو واتر معناها واتر. زين، عندنا مصطلحين جديدين. فيليك معناها لاف او يحب. فوبيك، فوبيك ربطوها في فوبيا، فوبيا يعني يخاف، يخاف، فير. زين، almost all carbohydrates، عندنا الكربوهيدرات هايدروفيلك، كل الكربوهيدرات هايدروفيلك، محبة للماء. لو تاخذ سكر تحطه في الماء، هل يذوب ولا لا؟ يذوب لانه يحب الماء. هل تاخذ يعني اي شيء كربوهيدرات محب الماء، يذوب في الماء. هايدروفيلك معناها لاف واتر، يحب الواتر، فمعناها يذوب في الماء. الهايدروفوبيك العكس، ما يحب الماء فما يذوب في الماء. مثل اللبت، اللبت لو تحط زيت معه ماء، جرب حط زيت ماء، هل بيذوب؟ لا مو بيذوب. هذا مثلا هنا عملية زيت مع اللي هو الفينيجر اللي هو تقريبا الخال، مو بيصير ميكس بينهم. انزين، مثل ما قلنا ان اللبت هي عبارة عن biological molecule، مو بما هي ليست micro molecule. ليش؟ لأنها مو monomer، هي لا تتكون من monomerات، monomers. typical fat، عندنا اللي هو الفات، عندنا typical fat أو triglyceride. إيش قلت لكم مثلا أن التراي لها ترمز إلى عدد معين، شنو؟ مونو واحد، داي اثنين، ثلاثة شنو؟ قلت الجواب ثلاثة، داي اللي هو تراي ثلاثة. فترايجلسرايد يتكون من جلسرايد معناها جلسرول، يتكون من جلسرول وثلاثة فاتي أسيد اللي هو حق التراي، تراي جلسرايد، باي جلسرايد، مونو جلسرايد. انزين، هذه هي العملية اللي تستخدم عشان نربط فاتي أسيد، صحيح اللي هو الفاتي أسيد اللي هو الذيل، عشان نربط الذيل او الفاتي اسيد بالجلسرول، يسمونها شنو؟ اللي ناخذ الماي ونربطهم، شو نسميها؟ ناخذ جزء ماي ونربطهم. ناخذ جزء ماي، dehydration reaction، هذه ويتكون لنا اللي هو الترايجلسرايد. ترايجلسرايد في خاصية حلوة بعدين في الخلايا، في الغشاء البلازمي اللي هو بلازما ممبرين بنتكلم عنها، أن الذيول هايدروفوبك ولا فوليك، والراء واللي هو الرأس هايدروفيلك ولا فوبك. الذيول عبارة عن شنو؟ الذيول عبارة عن هايدروفوبيك والرأس هايدروفيلك، مذكرين؟ انزين، ده بعدين بناخذها خاصية في الغشاء البلازمي، بس بشكل عام الكلي، الكل يعني لو الذيل مع الرأس، لو جاك مثلا سؤال الذيل والرأس مع بعض هايدروفوبيك ولا هايدروفيلك، شو تقول؟ تقول ان كله عباره عن هايدروفوبيك، ما يحب الماء. لا، كله ما يحب الماء، اثنينهم اذا قال لك الراس مع الذيول. فانت لو تلاحظ ان البلازما ممبرين
اللي هو الغشاء البلازمي حق الخلية ما يقدر يدخل فيه ماء بشكل مباشر، لازم في قنوات بروتينية تدخل الماء. الرأس عبارة عن هيدروفوبيك، يخاف من الماء. الذيل عبارة عن هيدرو الرأس عبارة عن هيدروفيلك، يحب الماء. الذيل عبارة عن هيدروفيلك، يحب الماء، يكره الماء قصدي، هيدروفوبيك. فلو جه سؤال في الاختبار قال الرأس والذيل مع بعض يكونون هيدروفيلك ولا هيدروفوبيك؟ احنا ايش قلنا؟ ان الرأس هيدروفيلك يحب الماء، الذيل هيدروفوبيك ما يحب الماء، بس اثنينهم شنو؟ هيدروفوبيك، اثنينهم هيدروفوبيك، اثنينهم ما يحبون، يعني يصير اثنينهم مجموعين ما يح... آه عبارة عن ما يحبون الماء، يعني نادرا تجي في الاختبار. الفات حق الستور انرجي الكوشننج الانسولوتينج، الستور انرجي غالبا اللي ياكل فات واجد يطلع له شوي دهون زايدة في بطن، يعني في البطن يطلع له كرش. الكوشننج معناها ان الارتداد، فلو اجي الحين انا اعطي واحد مثل اللكمة او البوكس، هل هو يعني بيتعور حيل؟ لا مو بيتعور حيل، ليش؟ لان الفات يتكون مثل الدعامة، ما نقدر نضربه. الانسوليشن العزل، العزل الحراري مثلا، فمثلا في الجو البارد الفات يسوي لك مثل العزل حق درجة الحرارة. عندنا نوعين من انواع الفات، saturated and unsaturated. الساتوريتد هي المنتجات الحيوانية الانيمال، والساتوريتد البلانت المنتجات النباتية. حلو، شو الفرق بينها؟ ساتوريتد معناها مشبع، unsaturated غير مشبع. نجي هنا ونشرحها. وين تقريبا هنا نرجع ايه هنا، كيف مشعب وغير مشبع وغير مشبع. الساتوريتد اللي هو المشبع يكون الروابط بين ذرات الكربون أحادية، ويكون عنده ذرتين هيدروجين ما عدا اللي هو النهاية هذا، يعني تكون لأن ما عنده كربون ثاني، بس الروابط أحادية. الغير مشبع عنده رابطة ثنائية أو ثلاثية، فإذا صار عنده رابطة ثنائية بيصير مب، يعني بيكون الذيل مب، يكون منحني مب مستقيم. فلو تلاحظ هنا هذه عندها رابطة أحادية، في صوت أتوقع، هذه في رابطة أحادية كلهم، هذه رابطة أحادية كلهم، بس المشبع يكون الذيل مستقيم، بس هذه يكون رابطة ثنائية. فبشكل عام هذا كله، اعذروني على الشخبطة، هذا كله مشبع وغير مشبع، كله هذا اللي هو الترايجلسرايد، مشبع غير مشبع، صح؟ ليش؟ لأن في رابطة ثنائية، إذا جت رابطة ثنائية واحدة بس، واحدة خلاص غير مشبع. انزين، الساتوريتد وانساتوريتد عندنا، اللي هو الانساتوريتد، الساتوريتد المشبع خاصة اللي هو أمثلته مثلا اللحم، الدايري، البتر، الايس كريم، كل ذا عبارة عن يعني مثل ما يقولون اللي هو دهون ضارة. ليش دهون ضارة؟ تسبب للمرض يسمونه الاثيروسكليروسس. الاثيروسكليروسس الحين البلاد فيسلز اللي هو وعاء الدموي كذا، مثلا جينا رسمنا شريان، الشريان هذا هو، انزين ذا النوع من الدهون شو يسوي؟ يروح يسوي مثل اللي هو التجمعات حول على سطح الشريان، يسوي تجمعات تجمعات تجمع، لأنه ضار، هو ضار، فمثل اللي هو بيلصق في السطح، لأن أنت لو تشوف خصائصه تقول هو easily stuck، يلصق بسرعة وهو صلب في درجة الحرارة العادية.
فيلصق مع الوقت، يلصق 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 لين ما ينسد الشريان. حلو، إذا انسد الشريان الدم ما يقدر يمر، فخلايا الدماغ بتموت، خلايا القلب، خلايا المعدة، خلايا يعني الخلايا كلها بتموت لأنه ما يوصل لها دم، فبيصير انسداد في الشرايين اللي هو اثيروسكليروسيس، انسداد في الشرايين أو تقريبا تصلب الشرايين. بعد البلانت اللي هو الانساتوريتد، العلماء يقولون اكلوا انساتوريتد واجد. ليش؟ ليش اكلوا ساتوريتد؟ ليش؟ لأنه ما يسبب مثل اللي هو اللي هو اثيروسكليروسيس، ما يسبب تصلبات. ليش؟ لانه هو ليكويد مو بس سوليد، الساتوريتد سوليد هنا ليكويد، مثلا زيت الزيتون، الكوكونات اويل، عندنا مثلا الاوميجا 3 اللي موجود في السلمون، هنا دالين صلب. ليش قال انهم unsaturated fat؟ دليل يعني صلب. لو تشوف ان الدونات موجود هنا الفات صلب solid، وهنا المايجرين اللي عبارة عن نسيت اسمها بالعربي، عبارة عن صلب. ليش؟ السمن. حلو، ليش قال انه صلب دليل؟ السلايد اللي بعدها بنشرحها. في عملية من عمليات، في عملية من عمليات يسمونها هيدروجينيشن. الهيدروجينيشن احنا ما قلنا ان الساتوريتد بيصير رابطة من الروابط، او الانساتوريتد بيصير رابطة من روابط ماي. ليش؟ ان في رابطة ثنائية. الشركات سووا ياخذون الانساتوريتد بما انه يعني رخيص، ويروحون يضيفون عليه هيدروجين، يكسرون الرابطة الثنائية ويضيفون عليه هيدروجين، فبيتحول الى يعني خط مستقيم، يسمون added hydrogen and convert unsaturated to saturated، فيحولون الليكويد الى solid. فمثل ما قلنا السمن هو صدق انه نباتي، بس مثل اللي هم مسوين عليه عمليات كيميائيه. الدونات نباتي بس مسوين عليه عمليات كيميائيه عشان ارخص للشركات، فيكون الربح اعلى. عندنا نوع ثاني ترانس فات، في عمليه يسمونها ترانس. الاسئله خلوها في الاخير. في عمليه يسمونها ترانس، في الثانويه اخذناها ترانس، يعني احنا عندنا اللي هو الخط هنا مايل، فنبي نوازن القوة، فش نسوي؟ ناخذ ذرة هيدروجين من الثنتين اللي فوق ننزلها تحت، فصير كذا، فصير لأن القوة اللي بتسحب لفوق مثل القوة اللي بتسحب لتحت، فبتساوي. ده نفس الشيء عبارة عن عمليات كيميائية، فنفس الشيء هو يعني مو بصحي. استرويد نوع من أنواع الفات. خدنا في الثانوية الهرمونات الاسترويدية، استرويد هرمونز، نفس الشيء، بس يختلف في أن الفات، في أنه هو يختلف في structure function، له تركيب مختلف وله وظائف مختلفة. الكربون سكيلتون 4 rings، الاسترويد له 4 rings، فلو تشوفون هنا الكوليسترول له 4 rings، الاستروجين 4 rings، التستوستيرون 4 rings. مو بإحنا قلنا أن الاسترويد عبارة عن هرمونات لها اختلاف في الوظيفة وفي التركيب. التركيب مثل ما قلنا لها 4 rings، والفانكشن يختلف فانكشن الهرمونات، يعني الفانكشن حقها غير الفات الثاني. انزين، الكوليسترول نوع من انواع الاسترويد، هو كي كومبوننت حق اللي هو الكي كومبوننت حق البلازما ريمبرينج. لو تفتحون اللي هو الغشاء البلازمي السيل ممبرينج حق الخليه بتشوفون فيه كوليسترول. في المحاضره الثانيه اتوقع بنقول ليش. انزين، والكوليسترول نحول الى بيس استرويد اللي هو تستوستيرون وهيدروجين، استروجين وتستوستيرون اللي هو الهرمونات الاسترويديه او الهرمونات الدهنيه، مثل ما قلنا استروجين تستوستيرون. التركيب اللي بيسأل هل الستراكشر نحفظه ولا لا مو بمهم، يعني احنا ما فكرنا حتى نطالع بس.
synthetic anabolic steroid. Synthetic معناها صناعي. مثل الشركات شو يسوون، ياخذون يحاولون يكونون ستيرويد. ليش؟ لا اسباب معينه. بس السينثاتيك انابوليك ستيرويد لها فوائد. شنو هو الفوائد؟ نقدر نعالج فيه الكانسر او الايدز، ما نقدر نعالج بشكل كلي، يعني بشكل نقلل المضاعفات. are abused by athletic. abuse معناها يعني سوء استخدام. الرياضيين ياخذونه ليش؟ ان ايش قلنا احنا؟ ان الاستيرويد هرمونات عباره، فياخذون، فكل ما زاد الهرمونات كل ما زادوا قواتهم، كل ما زادت عضلاتهم. بس هو هل هو زين ولا مو زين؟ هو يعني مو زين. ليش؟ ان ليش مو زين؟ شو يسبب؟ يسبب اجريشن. اجريشن عباره عن غضب، يعني الغضب السريع تقريبا. psychiatric disorder، أمراض نفسية، kidney liver cardiovascular disease أو damage، أضرار في الجهاز الدموي، في الليفر، في الكيدني اللي هو الكلى ويا الكبد. جينا حق النوع الثالث من النوع الثالث من البيولوجيكال مولكيول اللي هو يعتبر مايكرو مولكيول، لأنه هو بوليمر. ليش قلنا بوليمر؟ لأنه يتكون من أمينو أسيد اللي هم المونيمر. حلو. عندنا 5 أنواع. عندنا structural protein provide support، مثال الكيراتين. الكيراتين اللي موجود في الشعر فهو يعتبر من structural protein. storage protein، مثال البيض، اللحم، ذا الستورج اللي هو يعطينا الأمينو أسيد اللي ناكله. الكونركتايل حق اللي هي عضلات اللي تتكون من اكتين وميوسن. دي معلومات زايده يعني احتياط اعطيكم اياها. الترانسبورت بروتين مثل الهيموجلوبين اللي ينقل لنا الاكسجين، بعدين ناخذ شيء عن الانزيم اللي يسرع لنا الكيميكال رياكشن. هذا المونيمر حق البروتين مثل ما قلنا هو شنو؟ هو عباره عن امينو اسيد. الأمينو أسيد له قاعدة معينة بس تختلف من شكل آخر. يكون في البداية عندنا ذرة إيش، وعندنا ذرة كربوكسيل، وعندنا ذرة أمينو جروب. حلو. وعندنا السايد تشين. السايد تشين عبارة عن الذرات اللي إحنا بنحطها. كل ما حطينا ذرة معينة تنتج لنا خصائص مختلفة. فمثلا عندنا هنا قال لنا اللوسين والسيرين، إحنا حطينا اللي هو الهيدروكسيل او اتش، وانا حطينا اللي هو بيوتان، فصار اللي هو حطينا بيوتان هنا. مو بمهم تعرفونه بس احتياط اقولها لكم. هنا حطينا البيوتان فصار هيدروفوبك، غير محب للماء. هنا حطينا كربوك اللي هو هيدروكسيل صار هيدروفيلك، محب للماء. هو يختلف في الكهروسالبية اللي خدناها في التناول، بس كل أشياء دارين زيادة. يعني إذا جينا بنربط 2 أمينو أسيد عشان نكون بروتين. البروتين عبارة عن يعني أمينو أسيد مرتبطين ببعض. عشان نبين نكون أمينو أسيد أو بروتين لازم نربط أمينو أسيد مع بعض. فعشان نربطهم جبنا مثلا هذا 2 أمينو أسيد حطهم. إنزين، إيش قلنا إحنا؟ قلنا عشان نربط مركبين نشوف الفانكشنال جروب، الجروبات اللي هي تقول انا بتنازل عن حقي وبمشي وربطوني مع ربطوا روحكم مع الجروب الثاني. حلو. فشو يصير؟ نربطهم، ناخذ الفانكشنال جروب، نطلب نستخدم التفاعل الثاني اللي هو مثل ما قلت ديهايدريشن. قبل ما اقول ديهايدريشن، كل المونومرات نربطها بديهايدريشن. صح، بس في تفاعلات ثانيه احنا ما اخذناها، فكلهم ديهايدريشن. فنربطهم نشيل جزيء ما ونكون بيبتايد بوند. بيبتايد ما يسوونها اللي هو الرابطة البيبتايدية، الرابطة اللي تربط الأمينو أسيد مع بعض، البروتينات مع بعض. فيجيك الحين واحد يقول إحنا عندنا أمينو أسيد واجد، فكيف نكون بروتينات واجد؟
جاوب عليه. يقول مثلا اللغة العربية، اللغة العربية عبارة عن 28 حرف، بس كم كلمة؟ فوق الملايين، فلأن الترتيب بيختلف. إنزين، هنا بشرح لكم بالسريع أن يقول لك the amino acid sequence اللي هو شكل الأمينو أسيد يعتمد أو يعني الشكل في قاعدة حفظوها أن الوظيفة تعتمد على الشكل، فكلما اختلف الشكل اختلفت الوظيفة. حلو حلو. فالأمينو أسيد أو البروتينات لها اللي هو شكل معين، فإذا الشكل كان غير على طول ما تقدر تسوي نفس الوظيفة، خلاص يختلف، إما تكون ما عندها وظيفة أو تسوي وظيفة ثانية. فهذا مثلا نوع من أنواع البروتينات يتكون من 129 أمينو أسيد. فمثل ما قلنا إذا اختلف الشكل تختلف الوظيفة. حلو. فسلايد تشين إن ذا أمينو أسيد سيكونس كان أفكت أ بروتين. فالاختلاف البسيط يعني لو نغير بس أمينو أسيد واحد، نغير الأمينو أسيد واحد يختلف ال يختلف الوظيفة حقت البروتين. فمثلا عندنا مرض تعرفونه اللي هو كامينو أمينو أسيد أشي بقول، فعندنا مرض اسمه اللي هو السيكل سيل ديزيز أنيميا، نوع من أنواع الأنيميا، نوع من أنواع فقر الدم. يكون الهيموجلوبين عند الشخص المريض شكل الخلايا الدم الحمراء الريد بلاد سيلز شكلها مثل اللي هو سيكل، السيكل اللي هو ما اعرف والله بالعربي، سيكل انزين هلالي انزين، والشكل الطبيعي يكون مقعر فيتحول سيكل. اذا تحول الى سيكل بيكون عدد الهيموجلوبين اللي موجود في الريد بلاد سيلز قليل. حلو قليل. ليش؟ ان لو تشوف انت شوف الاحجام، الحجم هذا اكبر من هذا اكيد، الحجم هذا big وده small، فالهيموجلوبين يكون قليل في هذا، فمو بينقل الاكسجين بكفاءه عاليه مثل العادي. المرض اسمه السيكل سيل ديزيز اللي هو انهرت بلاد ديس اوردر، مرض وراثي. انزين عندنا مرض ثاني مثل ما قلنا، اذا تغير الشكل تتغير الوظيفه. فمثلا misfold بروتين associated with any disease اللي هو misfold version البريون. البريون اقول لكم السؤال في السريع، قبل يعني العلماء قالوا ان يبون يخلون الابقار والخرفان يعني شوي حجمهم اكبر، يعني مثل اللي هو يخلونهم ياكلون اكثر عشان يزيد المحصول عندهم. فقاموا يعطونهم مثل اللي هو مسحوق، المسحوق انعكس عليهم يعني عطى ردة فعل عكسية، حول البروتينات الموجودة في الدماغ حق الابقار الين بريون. انا غير الوظيفة، اذا تغيرت الوظيفة خلاص ما يعني ما لها فايدة، إذا غير الشكل، إذا تغيرت الشكل خلاص الوظيفة تختلف أو ما في وظيفة. البريون ده شي يسوي من خبثة يروح حق البروتينات الطبيعية ويلتصق فيها، إذا التصق فيها تغير شكلها حتى هي، فيتكون لنا اللي هو بوفين سبونج فورم انسيفالوباثي اللي هو مرض جنون البقر، والكورو والفيتال لوس. انزين في واحد سأل قال كم عندنا أمينو أسيد؟ أبي أحد يجاوب. كم عندنا أمينو أسيد؟ 20. عندنا إحنا 20 أمينو أسيد، 12 تقدر الجسم ينتجهم، 8 لازم تأخذهم من برا، دالين يسمونهم essential أمينو أسيد، ودالين يسمونهم non-essential أمينو أسيد. معلومات زايدة. إنزين الحين احنا ايش قلنا؟ ان البروتين اذا تغير شكله تتغير وظيفته، صحيح؟ صح.
فاحنا ما نبي يتغير شكله. فعندي اشياء اللي هو يسمونها مثل sensitive to environment. هو البروتيون sensitive to environment, sensitive to temperature or pH. فانت مثلا الحين انت درجه حرارتك عاليه, راح الدكتور قلت له درجه بيعطيك شنو؟ باراسيتامول اللي هو الفيفادول عشان ينزل من درجه حرارتك. زين ليش ما قال ان خل تنزل درجه حرارتك يعني بشكل بعدين في بعد المد بتاخذون ان الجسم يقدر يحافظ على درجه الحراره؟ ليش ما قال ان خلي الجسم يرجعها طبيعي؟ ليش ان في عندنا اذا وصل الجسم الى مثلا 40 41 الانزيمات تتغير شكلها, البروتينات تتغير شكلها, فاذا تغير شكلها تتغير وظيفتها. فاغلب الاشخاص اذا وصل 41 درجه حراره يموت, لان الانزيمات الموجوده خلاص تغير شكلها فتغير وظيفتها. وكذلك البي اتش ده عامل يؤثر في الانزيمات وفي البروتينات. الميتابوليزم اللي هو عمليات الايض الموجوده في جسم الانسان, اللي هو العمليات الكيميائيه الموجوده في جسم الانسان. شنو اللي نحتاج حق الميتابوليزم؟ اللي هو الانزيم. الانزيم عباره عن بروتين يتكون من عده امينو اسيد. وظائف الانزيم نعرف سبيد اب كيميكال رياكشن, يعني يسرع العمليات الكيميائيه. every enzyme have different chemical reaction. كل انزيم عنده chemical reaction معين. فمثلا عندي الانزيم اللي هو اللاكتيز, وظيفته بس يفك اللاكتوز بس. لو تجيب مثلا سكروز ما يقدر يفكك. ليش؟ انه وظيفته بس لاكتوز, ما يقدر يفكك اي شيء ثاني, فله وظيفه واحده. انزين عندنا هنا ان الانزيم ليش؟ عشان سبيد اب. ليش نحتاجه؟ عشان يسرع العمليات الكيميائيه. كيف يسرع العمليات الكيميائيه؟ يقلل الطاقه اللي نحتاجها, علشان الطاقه المبذوله في التفاعل اللي يسمونها activated energy. احنا عشان نسوي تفاعل كيميائي نحتاج الى طاقه. الانزيم يساعدني يقلل الطاقه, بدال احنا ما نحتاج 1000 جول عشان نسوي العمليه الكيميائيه. يقول لنا, يجي الانزيم يقول يلا انا بسوي لك واسطه بخليك تحتاج بس 500 جول بس. هذا انزيم. عندنا اللي هو هنا هذا الانزيم, اشكال الانزيم مختلفه. ده الانزيم هنا ذي يسمونها الاكتيف سايت, اللي هو المنطقة المفاعلة تقريبا. إذا جينا المتفاعلات يسمونهم اللي هو سبستريت بيجي بيرتبط مع الإنزيم. الإنزيم بيفك بيسوي له كاتالايسس اللي هو هيدروليسس بشكل عام, وبيفك جلوكوز بس. فعشان الحين احنا نبي الإنزيم ما يشتغل, شو نسوي؟ أبي واحد دافور يقول لي إذا أبي الإنزيم ما يشتغل شو أسوي؟ أبي الإنزيم ما يشتغل أو ما يسوي تفاعلات كيميائية, فلا أسوي شيء. نثبط, شلون نثبط؟ تضيف ماء؟ لا, تجيب مثبطات صحيح. فش تسوي؟ تروح تجيب أشياء يسمونها إنزيم إنهبيترز. حلو, يرتبط مع الانزيم مثلا. هذا هو هذا السبستريت, اذا حطينا يشتغل انزيم مفككه. بس احنا ذا اللي هو الانهبيتر يرتبط, فيخلي السبستريت ما يرتبط, يثبط, يسوي انهبيشن. في طريقه ثانيه يكون حق الانزيم يعني مثل اللي هو المكان الثاني, يجي انهبيتر يرتبط معه فيغير شكله, فشكله يكون مو موافق حق السبستريت فما يسوي العملية الكيميائية. انزين وعطانا أمثلة. آخر نوع من البيولوجيكال مايكوز النيوكليك أسيد. النيوكليك أسيد يتكون من بوليمر. البوليمر شو يسمونهم؟ شو اسم البوليمر؟ المونيمر اللي يتكون من مونيمر. شنو يسمونه مونيمر اللي يكون النيوكليك أسيد؟
انتظر إجابة. النيوكليوتيدز. انزين، أمثلة على النيوكليك أسيد: دي إن إيه، آر إن إيه، ديوكسي ريبو نيوكليك أسيد، وديوكسي ريبو نيوكليك ريبو نيوكليك أسيد، ديوكسي نيوكليك أسيد، ريبو نيوكليك أسيد بدون ديوكسي. مثل ما قلنا يتكون من النيوكليوتيدز، حلو وينها، يتكون من النيوكليوتيدز. النيوكليوتيدز يتكون من 3 أشياء: 5 كربون شوجر، فوسفات جروب، نيتروجين كونتين بيس. اللي أبي أعرفهم هذه الفوسفات جروب، هذا الشوجر اللي عبارة عن شنو، الرايبوز، سكر الرايبوز، سكر الرايبوز أحادي ولا ثنائي؟ سؤال، أحادي ولا ثنائي؟ أحادي صحيح. النيتروجين سبيس عندنا 4، اللي هم شنو، الأدينين، جوانين، ثيامين، سيتوسين، خدناهم في الثانوية، ركزوا في، يعني بقولها بعد شوي بنرجع، بس احنا خطرنا ذا. عندنا الجين، الجين عندي صورة أفضل هنا في النهاية، ايه عندي الجين. الجين عبارة عن جزء من الكروموسوم، حلو، يحمل الصفات الوراثية. الكروموسومات يعني الجينات تتكون بكروموسوم، الكروموسومات تتكون لنا دي ان ايه، بس ارفع هالشيء، ان الجينات تكون لنا كروموسوم، الكروموسوم يكون لنا دي ان ايه بس. عشان شوي الوقت يداهمنا، هذه العملية عشان نصنع البروتين، ترانسكريبشن ترانسليشن بكرة. هنا اللي هو عندنا اللي هو وين إيه؟ شكل الـ DNA دبل هيليكس، يعني سلم متوالي أو سلم منحني. انزين، ولازم تعرفون شيء، أن الجوانين يرتبط مع السيتوسين، والأدينين يرتبط مع الثيامين. الأدينين يرتبط مع الثيامين برابطتين هيدروجينية، والجوانين بثلاث روابط، ثلاثة. ده مو يعني ما حد قاله في المحاضرات، بس أحس إنه مهم لو تعرفونه. إنزين، الشكل اللي يرتبط فيه، إلا مهم هذا، يعني هذا شرحت لكم أن الأدينين مع الثيامين رابطتين، والجوانين مع السيتوسين. حاولت أطلع يعني نيومرك عشان تسهل مثل فجر، بس والله ما قدرت أطلع. زين، هذا الشكل حق يعني سلم واحد من الدياني. هذا اللي هنا اللي هو العمود حق السلم يسمونه شوجر فوسفيت باك بون، لأنه يتكون من أول شيء شوجر، بعدين فوسفيت، شوجر فوسفيت متوالي، شوجر فوسفيت، شوجر فوسفيت، شوجر فوسفيت، شوجر فوسفيت، شوجر فوسفيت، شوجر فوسفيت، فسماه كذا. مثل إنزين، عندنا مثل ما قلنا أمثلة على النيوكليك أسيد، آر إن إيه، دي إن إيه. شو الفرق بين الآر إن إيه والدي إن إيه؟ أبيكم تكتبون لي في الشات. الفرق بين ال RNA وال DNA، يوراسين، أن في ال DNA ثيامين، بس في ال RNA يوراسين. هذا اليوراسين فرضا دبل هيليكس، أن ال RNA بس عمود واحد، بس ال DNA دبل هيليكس عمودين. سكر خماسي، أن ال RNA يسمونه ribonucleic، بس ال DNA ديوكسي ribonucleic، لأن منزوع الريبوز أو منزوع الأكسجين. خلصنا من المحاضرة الأولى، نجي حق المحاضرة الثانية. بس دقايق بشيك إذا البث انحفظ ولا لا. دقايق، اللي عنده أسئلة بحاول أجاوب. لا تقريبا البث محفوظ، بس حنا سوي له ستوب. أوكي، بس حنا ننشر، نسوي شركة ننشر. انزين، التاور اوف سيلز، ما خلصنا، باقي محاضرة ثانية، يعني عذرا على
البريك بريك بريك، يسلم راسكم، لكم بريك 3 دقائق عشان تستانسون في الويكند، يعني عشان مو بس انت تستانس، عشان انا بعد استانس يعني. لا بس باقي هذه، بس اللي هو الشابتر 4، اليوم 2 وبكره 2، لكم 3 دقائق لين 48 ببدأ على طول. اللي عنده أسئلة يعطيني اياهم في البريك، اجاوبهم يعني اجاوب عليه اللي اقدر عليه. اللي عنده أسئلة يعطيني. متى بكرة البث؟ بكرة البث والله ما أدري، بكرة بعطيك، بس غالبا بيكون في الليل، يعني مثل هالوقت 7 8، يمكن آخره على ما أخلص يعني.